كل نهار كيجيبوا لنا مفاجأة. واش فراسك باللي من 150 بير تركيا كتخرج 108؟ واش فراسك باللي تركيا كتخرج 80 ألف برميل ديال النفط في النهار؟ هادشي كامل في حدود 2022، ولكن في 2023 واليوم بالضبط السي أردوغان غادي يعلن على مصدر جديد اللي غيقدروا يخرجوا منه حتى 100 ألف برميل في النهار. يعني جمعنا التوتال 100 زائد 80 هي 180 ألف برميل في النهار. هادشي كيعني انه غيغطي على 20% ديال الاحتياج اليومي للنفط هنايا في تركيا. فشي حاجه واو. تركيا كتحتاج 850 الف برميل في النهار، يعني كتستهلك 850 الف برميل في النهار، وهما حاليا قادرين انهم ينتجوا حتى 180 الف برميل، يعني ما يعادل 20% ديال الاحتياج اليومي. اش هاد المفاجاه، ومازال الخير جاي للقدام.